اخواتي مرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا هذا الخبر، يعني الخبر الجديد والخبر يعني المتاخر والخبر المزعج بالنسبه لكل الضحايا ديال ابراهيم غالي، خبر ديال المغادره ديالو اسبانيا، خبر اللي تناولته وسائل الاعلام الدوليه ووسائل الاعلام الاسبانيه وكذلك الوطنيه، يعني مغادره ديالو او الهروب ديالو. بإذن من السلطات الإسبانية وأن يعني يعطاه الحق ديال أنه يغادر، ولكن القاضي كان شارب أن خصو يعني يحدد، هكا كاينة هي الجملة، يعني يحدد يعني يبقى في مكان محدد ولا نقطة محددة. يعني هذا الأمر هذا ما مفهومش كيفاش غادر لحد الساعة. الصحفيين اللي كاينين في المحيط ديال المستشفى يعني ما عرفوش طريقة من بلاصه منين غادر ولا كيفاش غادر. مستشفى كبير في بيبان بزاف، شي متحدث اسم الجبهه الانفصاليه خرج وقال ان واكد الخبر ديال المغادره ديالو والتوجه ديالو لاسبانيا، في حين كاين منابر اعلاميه اخرى اللي قالت بلا راه باقي، يعني غادي يمشي لواحد المدينه اخرى اللي غادي يدير لنا المغادره. على اي كيف ما كان الحال فابراهيم غالي سواء غادر سواء من هنا لساعات غادي غادر اسبانيا، وهذا جديد في التطور ديال الاحداث والمسلسل ديال القضيه ديال ابراهيم غالي اللي لحد الساعه وتنظن ان مازال غادي تبقى مأثره على العلاقات المغربيه الاسبانيه. لحد الساعه الامر هذا ما مفهومش. قضاء اسباني يعني مساله، يعني بزاف ديال الاسئله غنطرقوا ليها غدا ان شاء الله. كنعتذر على هذا الفيديو دار متاخر، تنتمنى انكم تتفاعلوا معنا ونتلاقاو غدا ان شاء الله باش نهضروا على هذه المسائل هذه ونوضحوا هذه الامور هذه، وربما تبان معلومات جديده اللي غادي تكون محيطه بالموضوع اكثر، واننا نحيطوا بالموضوع ونطرحوا يعني اجوبه على بعض التساؤلات اللي كتروج في العقول ديال اي انسان متبع هذه القضيه دي واللي كتهمو العلاقات المغربيه الاسبانيه. تنتمنى اخوتي اخواتي انكم تتفاعلوا معنا في هذه القناه هذه، وتتمنى نتلاقاو في موعد لاحق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.